نودلز صيني اصلي شغل عمك ابراتي. دجاج مكسيكانو يلي بده وحده الله يبارك له غير شكل. للنودلز الصيني. هلا خليني افتحه. شوفوا هعطيكم الطريقة الصحيحة للتحضير ليطلع معكم مثل المحلات بالضبط. طيب هلا هدول شو بدنا نسوي؟ بدنا نحمل حالنا وناخذ ضرب طريقنا معنا. مين بيعرف شو يعني ضرب طريقنا؟ اللي بيعرف يكتب لنا تحت بالتعليقات. وعلى الغاز نروح ونحط لهم مي مغلية. بسم الله. طبعا مرق عليهم 4 دقائق بالضبط. شوف ساوي هلا باخذها من المي السخنة على المي المتلجة. شايفين شلون؟ وما ننسى انه انا حطيت ملح هون كمان بالمي، حطيت ملح المي تبع السلق. هلا رح خليهم شوي بالمي البارده، بعدها اغسلهم وحطهم على جنب، خلص بيصيروا بحراره المطبخ. وهي احلى صدر دجاج الشغل عمك ابراتل. طيب هلا اول شغله بدنا نشرح صدر الدجاج هيك. طيب شوفوا كيف نقطعه بهذا الشكل، شايفين هيك. بنجيب المعلقه تبعنا، بدنا رشه ملح، ما كتير ملح، رشة زنجبيل، يعني كل شيء رشة رشة، يعني ربع معلقة لأنه 200 جرام دجاج، عرفت شلون؟ بيعمل أكل لحالي، ما حدا بده ياكل معي. بودرة ثوم نص معلقة وربع بابريكا. شوفوا لي على لون البابريكا ما أحلاها، بتاخذ العقل، ظريفة مبينة. طيب شو بدنا نحط عليه هون؟ معلقة أكل طحين، تمام؟ وبدي أقلبهم مع بعض لحتى ياخذوا من البهارات وبنفس الوقت كمان يتطحنوا ياخذوا من الطحين. زيت نباتي صار سخن، بننزل عليه الدجاج بهذا الشكل. وهي دجاجاتنا يا غوالي صاروا جاهزين، والنودلز جاهز. بس احزروا شو ناقص، بدنا كومه خضره، كومه. وها وهي احلى كومه خضره، شي ملفوف، شي بصل اخضر، شي بروكولي، شي فليفله خضراء على حمراء. هلا اول شي الفطر بعد ما نظفناه بنقطعه هيك، يعني ما بنخلي فيه سماكه كثير بهي الوصفه بالذات. شوفوا شو حنساوي، حنقطع هيك بهذا الشكل وناخذ هي القطعه نحطها هيك. البروكولي، بروكولي، شوفوا البروكولي مثلا اذا انا عم بعمل خضار سوتيه هيك بحط القطعه، لكن هلا نحن عم نشتغل نودلز بدي صغر القطعه قدر الامكان. ليش؟ هلا بتعرفوا، لانه بتشوفوا طريقه الطبخ قديشها بسيطه وسهله وما بتاخد وقت ابدا لما يكون عندنا كل شيء جاهز. نجمع الاغراض كلها جنبي، النودلز، ملح بدي شوي، سمسم اخر شيء، والحباشات اللي جهزتها. لكن هون في شيء ما حكيت لكم عنه، زيت نباتي، زيت السمسم، صويا صوص حلوة. هي بتجي سميكة، يعني قوامها مثل دبس الرمان، لكن ما لها علاقة بدبس الرمان. وهي صويا صوص. وشو بدي كمان؟ بدي مي قدامي. ليش المي؟ منشان لما تنشف المقلاية بعطيها مي، منشان الخضار وكل شيء محطوط بقلبها ما ينشف. طيب هلا أول شغلة بنزل بزيت النباتي، بنزل فيه هيك داير مندار، بحاول وزع الزيت النباتي على داير المقلاية، هي نقطة مهمة. وبنزل شوية زيت سمسم، ما كله يعني، تمام هيك ممتاز. هلا بنزل فليفلة وبصل أخضر، بسم الله. شوفوا النار شو حامية، شايفين؟ تحسون عم ينقلوا قلي. برجع بنزل شو؟ جزر وكوسة، لأنه هدول الاثنين فيهم قساوة. ها؟ بنزل عليهم بالبروكولي. دغري بلحقهم بشو؟ بكمشة فطر. فبنزل بالنودلز، بنزل بالكمية اللي بدي اياها. طبعا النودلز مبرد ومنشف واموره تمام، هاي الكمية ممتازة. هاي المقلاية الكربون على قد ما قوية بتلدع. ليش جبنا المي؟ نشف كل شيء. بمسك المي هيك وداير مندار. طيب هلا شو بدي انزل؟ بدي اعطيها صويا صوص، بدي اعطيها الصويا صوص الحلوة. شوفوا شوفوا كيف قوامها، شايفين؟ مع احلال قوام بياخذ العقل القوام تبعها. هاي فينا نساويها بالبيت، شي يوم بعمل لكم طريقتها. طيب هلا بشو بدي انزل؟ ملفوف اساسي. وهلا بنملح، اهم شي نحط ملح، رشة، وجاج نص الكمية. بس هيك صار عندي وجبة نودلز. خليني اقلبهم مع بعض. صار فيني لكم الف صحة وهنا، نودلز صيني اصلي شغل عمك ابراتب. واخر شيء بيبقى عنا رشة سمسم. شايفين؟ شوفوا ما احلاها، شوفوا اللون خرافي، شوفوا كيف واقفة النودلز، ما لها ميتة
الخضار واقفة محافظة على قوامها، الجاج الفطر تاخد العقل. احسن شيء بالشوكة. شو عم تصور؟ ما قلت لك واقف الكاميرا؟ لازم الفضايح يعني؟ ما قلنا لهم انه مقضيين حياتنا بالصين ونازلين ضرب بهالنودلز والهبال طالع منا هيك. ياخد معها جاجة. يا ويلي، انا مرتي جماعة الخضار اما انا جماعة الجاج. بسم الله. والله يا جماعة بدون مجاملة، والله أطيب من اللي باكله بالمحل الصيني عن جد. بس بدها يا غوالي شطة هيك شطشطها. يا ويلي، روح روح هلأ. والله إدمان إدمان إدمان. كتير كتير طيبة. بسم الله. هلأ هيك بس تدوق مرتي ما عاد تقولي خدني على المطعم الصيني، بصير تقولي أنت ساوي لي إياها على طول. بصير انا بساوي لها، احسن ما اروح على المطعم الصيني وندفع هذيك الحسبه. ناخذ بروكولي مشان ما يحكوا علينا اجانب. كثير طيبه، كثير 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 يعني كثير يعني فوق الكثير بكثير طيبه عن جد. يعني انا بعبر والله بعبر من قلبي، يعني عن جد عم بعبر من قلبي يا جماعه. كثير طيبه يعني ما شاء الله. هنعمل مكسيكانو بالحلبي. يعني ما بعرف جماعة سووا حلبية وهي أكلة مكسيكية، ما بعرف. نحن السوريين مشكلة فينا هالعادة، يعني نشفط الأكلات ونضمهم لنا للفريق تبعنا. فاليوم رح نساوي لكم مكسيكانو شغل براتب وبطريقة سهلة ومبسطة كتير. بس ما رح ساوي لكم قدام رز، رح ساوي لكم إياها بسندويشة هيك أطيب. ما عندي 3 صدورة، كل صدر وزنه 250 جرام، يعني 750 جرام من صدورة الدجاج. أول شيء بشرح الصدر من النص هيك بهذا الشكل. شوفوا أصابع أصابع، ما تكبروا الأصابع كتير وما تصغروها كتير بتنشف، يعني مثل هاي الشرحة. وهلأ يا غوالي بعد ما قطعناهم بدنا نجيب شو؟ التوابل، البهارات يعني. السلام عليكم، دستور من خاطركم. 3/4 المعلقة ملح، فلفل أسود مو كتير الكمية فبحط لها قدر ربع معلقة فلفل أبيض، قصدي رجعنا خربطنا. معلقة بصل بودرة مسح، نص معلقة زنجبيل بودرة، معلقة ثوم بودرة بس هاي شو مقوبعة، كزبرة يابسة يعني ها ربع معلقة. وهلأ بنجي للأساس اللي هو البابريكا. البابريكا يلي بدها تعطيها الطعم الحد. انا عم بستعمل بابريكا حلوه لانه لما يكون عندك اولاد صغار ما فيك تطعميهم حد، فبس رح ضيف لكم حد للسندويشه بغير طريقه. ححط معلقه 2 معلقتين من البابريكا، هي النكهه اللي يعني اظهر شيء. وهيك براس المعلقه قرفه، وبراس المعلقه هيل. وبدي احط معلقة صغيرة من الأوريغانو، الأوريغانو اللي عندي حب بدي اطحنه. بدي احط قدر معلقتين أكل من الصويا صوص، ما كتير لأنه ما هي الطعمة الغالبة بقلب هاي الأكلة. وبدي احط 3 معالق أكل زيت زيتون أو زيت نباتي عادي. هلأ بدي أعصر نص الليمونة، قدر معلقة أكل دبس بندورة، وقدر معلقة أكل دبس فليفلة. بدي شو ادعكن دعك يتغلغل التتبيلة غلغلة فيهم. بسم الله. وهلأ هنضبهم. وهلأ يا غوالي بدنا نغسل شو الفليفلة تبعنا. ايه بدنا نحط فليفلة. وعندي هون بصلة شوية درة يعني 100 جرام، وفطر معلب يعني 100-150 جرام. بس هاي هي اكلتنا، خلصنا. خلص انهوا الفيديو اذا بدكم. لا صوروا باكم ما بدنا نساويها. اول شغله خليني افرم البصل. كيف بدي افرمه؟ هاي البصله هيك وافرمها بهذا الشكل ترانشات ترانشات. وهي البصلات صاروا جاهزين. هلا بنجي للفليفله الحمراء. بسم الله. نقصها هيك، نتفضي جواتها. بدي اقطعها 3 قطع هيك بهذا الشكل وافرمها اصابع، لا كتير رفيعة ولا كتير سميكة. شايفين شلون؟ وهي الفليفلة الحمراء. وهلا بنجي للفليفلة الخضراء.
اسهل طريقه بناخذها هيك من الجنب، شايفين؟ هيك صارت جاهزه عندي على التقطيع. وفيكم تستعملوا فليفله خضراء حده او فليفله حمراء حده، يعني فيكم تضيفوا الحد كمان بهي المرحله، في كذا طريقه لتضيفوا الحد لهي الاكله. وهلا بنجي للفليفله البرتقاليه، بقطعها اصابع. هلا بنجيب مقلايه تكون شغل ابراتي، بنحط فيها زبده زيت اللي بدكم اياه، بس مو سمنه، سمنه بتضرب النكهه يعني. هلا حمي الزيت، بننزل عليه الدجاج شوي شوي، بننزل مشان ما تبرد المقلايه والدجاج يطلع المي اللي فيه، بدي يحافظ على العصاره اللي جواته. هون السر تبع النكهه، ولا عم ساوي ولا بقعد بكبسهم ولا بحركهم ولا شيء، بخليهم يضربوا وش من تحت كامل، بخليهم يستووا، شايفين كيف؟ اخر شيء بقلبهم، يعني بس هيك لاقي اللون الابيض عم يرتفع لفوق، يعني الدجاج عم ينطبخ، بقلبهم. لما بتشد حبه الدجاج يعني بتحتفظ بالعصاره جواتها، خلص ما عاد تطلع العصاره من جواتها. وهلا بعد ما حسيتهم ساخذوا، بصير بقلبهم شوي شوي، شايفين شلون اخذين لون من تحت؟ حتى بيطلع الدجاج مهتري وطعمه اطيب بكثير بكثير من انه نروح نحطه بطنجره ونسكر عليه ويتعبى الطنجره مويايا وما بعرف شو. شوفوا شلون عم ياخذ لون الدجاج ما احلاه. وهلا بنزل البصلات تبعاتي، وبنزل الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء والصفراء، وبس الفطر لبعدين. طبعا الفطر المعلب ما بده طبخ لانه هو اساسا جاهز، يعني بنزله بقلبه معهم تقليبتين وبس. شوفوا لاحظوا على الخضره منظرها بشهي، يعني حتى المنظر تبعها بشهي، محافظه على القوام تبعها، خلص هيك بطفي النار، الاكله تبعي صارت جاهزه بكل هالبساطه، الوان بتشهي تاخذ العقل. بسم الله، شوفوا الالوان، شوفوا القوام تبع الخضار، شيء بشهي، ما لها هيك راخيه وكلها مي، شوفوا ما في مي، شايفين المقلاية؟ ما فيها نقطة مي. هيك بتاكل أكلة شغل عمك أبراتب، وبتدعي لي إن شاء الله، يعني بعطيكم الشغلة على أصولها وعلى حبتها. نسيت الدرة، ما لا لا تخافوا ما نسيته. الدرة ما بينحط بقلبها وبتقعد تطبخ لي إياه وبتغطي لي الدرة، هيك آخر شيء تحطه هيك على الوش آخر شيء. خلينا نروح نلف السندويشة. وهلا يا غوالي صار وقت شو نلف السندويشات تبعنا. بنجيب خبز سمون أبسمسم، حصرا أبسمسم أطيب شيء، نفتحها هيك ومنرصرصها هيك بايدنا من جواتها، وشو بنقدحها معلقه مايونيز، مايونيز هيك، ها شايفين؟ بعد المايونيز هلا هون اجينا موضوع الحد، يعني بدك تضيف حد فيك تضيف حد. هلا يا غالي ها، حط شطه سائله قد ما بدكم حطوا، مو هي لازم تكون حده، هيك كثرنا لكم. وانا ما بحب احط شيء خس، بندوره، مخلل، خيار، ما بعرف شو، سندويشه فلافل هي ولا شيء، بس جبنه، كتر جبن يا غالي. وهلا بناخذ الدجاج تبعنا، بسم الله، بنقلبه هيك مع هالدرايات، بناخذ هيك وبنعبي بقلبه. إيه هذا المنظر يا غوالي، يلي بده وحده الله يبارك له غير شكل. دجاج مكسيكانو بالطريقه الحلبيه، ها مو بالطريقه المكسيكيه، لانه الحلبيه اخذوا الاكل من المكسيكان، شو بدنا نعمل؟ شو ما بدكم تاكلون، فيكم تحطوهم تكبسوهم على المكبس، وانا رح اكبسهم بالمقلايه هيك، حمصهم شوي اطيب، بحمصهم وبرجع لكم. الله يبارك له اللي بده ياكل. نار وشعله حبايب القلب، مثل العادة إذا عجبكم الفيديو شكلتونا الأمور، شايفين دغري مستعجل بدي أكل راوس مزبوط. يعني كان معكم شيف عمر، سبعت من سندويشات مكسيكانو، سلام.